لله غير السماوات والارض واليه يرجع الامر كله تعبده وتوكل عليك وما ربك بغرق انك تعمل الى غيره. الناس بتحل جميع الاشكالات الايه دي كانها بتوصف الموقف كله كان الايه دي بتقول مين ربنا ومين الناس كان الايه بتقول ايه اللي احنا ربنا وايه اللي عليك وكان الايه دي بتحدثنا باللي في بحث وفي جنه وفي نار وفي كل شوف انت اسمع معايا ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله بس خلاص بقول لله غيب السماوات والارض يبقى كل حاجه في السماوات والارض ظاهره وغير ظاهره وسكون وفاعل الا المكان واليه يرجع الامر كله يبقى ما من حادث يحدث الا وهو مقدر وما من فعل يقع الا وبإذنه وبإرادته. طب ما كان الامر كده طب ما في كده طب ما في كده احنا فين بقى اذا كان كل حاجه هو اللي بيعملها والله خلقه وما من عملنا مستقبل حاجه كل حاجه مقدره كل حاجه مقدره كل حاجه انا مش لاقي كل حاجه في داخل محفوظ انا من اولها ليه للاسف. وبعدين اتبدت الدنيا وما يحدث في الدنيا هو خير لما كل شيء ده شكر الدعاء بحب لله غيب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله. لكن السؤال يعتبر على ذهني طب أنا رحت إيه؟ طب أنا إيه؟ أعمل إيه؟ طب أنا طب أنا بخلي إيه؟ طب أنا بيا إيه؟ طب أنا طب أنا أنا فين أشرب وفين كل ده؟ فأنا في الأخير أنا أعبد وأدور عليها بس الإنسان عليه وظيفتين الاثنين ما فيش غيرهم في هذه الحياة أن يحمد الله ادي اول حاجه ثاني حاجه جاي واحد عليه بس خلاص واخد الف جنيه في الرزق في الصحه في الاموال في الحياه في الخزان والحبوب والجنين كل شيء في الامر الله يعني فدم يوم يتوقع يعني خليه وكيل نحن نخليه وكيل ان تنوب الى اليه امرك خلاص فدم ادخلت الى الامر يبقى بعدين الامر سائل مش في ايه يعني في ايه لما تاتي الوقت عندك قضيه يبقى لك راح محامي ولا تعمل له تقنيه على طول اي ملتم او خلف محامي ولا غيره تعمل له تقنيه ولا حاجه لا تعمل له تقنيه تخلص الشر تعمل ايه تعمل له تقنيه عشان يسمع لما عاد المحامي التوحيد فاهم حاجه انت بقى يروح بقى يشتغل هو ده معروف انت محل التوكيل وخلاص على كده ويرجع بعد الاختصار يقول لا مش عارف ده بقى ده وقف لسه في السماء وروح من السماء في الاختصار يقول لك ولا هنا لسه في مصر على قد ما تشتغل ويوريك يجيبك بتعمل ايه انت فيك ايه انت لا تفهم حاجه ولا حاجه. فاذا كان ده اللي بيحصل في الدنيا كده فما بالك فاذا كان الوكيل والله يبقى قبل الآية مع حكاية الرسل ومع حكاية المنظر كله أول القرآن بالعهود أول الكلام هو بإيه؟ أنا لا براء كان ثم الآيات ثم فسرت من نبي حكيم خبير أن أولها أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لنرجعكم مساء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلها هذا أول آخرها إيه ولله غيب السماوات والأرض وإلى يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه أولها لا أسف بقول لك إيه حاجتين يا رب ربنا يسر دي أسفة في الدنيا
ونسيب امور الدنيا كلها Thank you.